مين مخبى؟ ايوه يعني 3 الصبح سكران يا اسماعيل؟ انت جاي منين يا اسماعيل؟ كنت عند فتحي يا محمود، وكانت عزمها على عشاء، وبعدين كانت عايزاني يعني اشتغل معاهم وامضي عقد. تمضي عقد مع فتحي يا محمود ومضيت؟ مضيت. رحت تشتغل مع فتحي يا محمود ولا مع البسبوسه بتاعتك زرية؟ اسكت، دي طلعت طيبة خالص. والله طيبة خالص؟ ما انت لازم تقولي طيبة خالص، مش راجع لي سكران؟ ومش بعت تكون هي كمان اللي سكرتك؟ لا ما تظلمهاش، هي ما سكرتنيش ولا حاجة، ده هو ادتني بس كوبايتين بيرة وانا دماغ خفيفة، حكمت فسكرت. دماغ خفيفة؟ انت ليلتك سودا ونهارك هيبقى اسود. نهارك هيبقى اسود من